اللي في الصورة دي اسمها أميمة نيلسون، مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صاحبة أكبر قضية في التاريخ المعاصر في أمريكا، وتعمل عليها أبحاث كتيرة جدا في أكل لحوم البشر. 1968 اتولدت أميمة في مصر في بيت عادي جدا، وكانت زيها زي أي بنت بتحب الموضة والميك اب والحاجات اللي البنات بيهتموا بيها دي، وكان طول الوقت نفسها تشتغل عارضة أزياء، لحد ما بقى عندها 18 سنة قررت الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، والكلام ده كان سنة 1986، وفعلا قدرت تهاجر للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حلم إنها تشتغل عارضة أزياء يتحقق. بدأت رحلة أميمة بعد هجرتها للولايات المتحدة الأمريكية مش في أحسن الأحوال زي ما كانت متخيلة، وعلشان خاطر تقدر تصرف على نفسها اضطرت إنها تشتغل مهن تانية كتير جنب مهنة عارضة الأزياء علشان تقدر تجيب فلوس وتصرف على بقية التزاماتها. وكان من أهم المهن اللي اشتغلتها إنها اشتغلت مربية أطفال، وفضلت بنفس الحال ده لحد سنة 91، وكانت ساعتها تمت 23 سنة، وبدأ اسمها يتعرف كعارضة أزياء ولكن في نطاق محدود جدا من الناس، لحد ما تعرفت على شخص اسمه ويليام نيلسون، وهو كان طيار سابق وكان شخص غني وعنده ثروة كبيرة. وبرغم فارق السن الكبير اللي بين أميمة وبين ويليام، لأنها كان عندها 23 سنة وهو عنده 56 سنة، لكن ويليام عرض عليها الجواز، ولأن أميمة كانت شايفة أن دي ممكن تكون الخطوة الأولى لتحقيق حلمها الحقيقي، وافقت على الجواز من ويليام، ومن ساعتها بقى اسمها أميمة نيلسون نسبة لجوزها ويليام نيلسون. وفترة التعارف اللي بين أميمة وبين ويليام ما كانتش طويلة خالص، كانت مدتها قصيرة جدا، لكن قبل الجواز أميمة عرفت أن ويليام كانت قبض عليه قبل كده في قضية إتجار مخدرات، ومع ذلك هي وافقت على أنها تكمل الجواز على اعتبار أن دي جريمة قديمة ويليام عملها وهو صغير في السن، فأكيد مع مرور الوقت سلوكه اتغير. وسنة 1991 وتحديدا في شهر أكتوبر أميمة وويليام اتجوزوا، والجوازة دي استمرت لمدة شهر واحد بس، ومن هنا تبدأ حكاية أميمة نيلسون مع أخطر قضية في التاريخ المعاصر. في يوم عيد الشكر سنة 1991 وتحديدا في شهر نوفمبر، كان الطبيعي ان أميمة وويليام عاملين احتفال في البيت بمناسبة عيد الشكر. حصلت بينهم خناقة كبيرة، وكان معروف عن ويليام انه بيعامل أميمة بطريقة فيها عنف قوي جدا حتى في شكل العلاقة الشخصية اللي بينهم، لحد ما قررت أميمة انها تقتل ويليام. لكن الطريقة والاسلوب اللي أميمة قتلت بيه ويليام هي دي الحكاية كلها. اولا أميمة قررت انها هتقتل ويليام عن طريق المكوى، فضربته بالمكوى على راسه لحد ما مات تماما، وبعدها قعدت تفكر تنتقم منه ازاي. اول حاجة عملتها انها فصلت راسه عن جسمه وحطت راسه في الفرن وولعت الفرن علشان راسه تتشوي. تاني حاجة عملتها انها قطعت ايديه وحطتها في حلة فيها مية مغلية، وكان الهدف اخفاء البصمات عن الجثة ومحدش يعرف الجثة دي لمين. تالت حاجة عملتها انها قطعت ضلوعه وشوتها وكلتها مع صوص الباربيكيو، يعني قطعت الراجل وكلته فعليا. ولان من طقوس عيد الشكر ان هم يطبخوا ديك رومي، فأميمة حطت باقي اجزاء الجثه جوه الديك الرومي في محاوله منها لاخفاء بقايا الجثه، ولان ويليام كان جسمه ضخم كانت عماله تفكر ازاي تتخلص من بقايا الجثه، فبدات تقطع الجثه لحتت صغيره جدا وحطتها في اكياس سودا كتير علشان تقدر تتخلص منها ومحدش يعرف او ياخد باله. فكرت ازاي تتخلص من الاكياس السوداء دي، فكلمت واحده صاحبتها هناك ومعاها كيس من الاكياس الباقيه اللي موجوده في البيت، وطلبت منها انها تساعدها في انها تخفي الاكياس دي او تتخلص منها، وعرضت عليها 75,000 دولار. البنت صاحبتها بعد ما عرفت الحكايه لكنها ما كانتش عارفه هي الجثه دي بتاعت مين، خافت البنت وبلغت الشرطه، والشرطه بعد ما عرفت قبضت بسرعه على أميمة. لكن المفاجاه ان الشرطه لقيته في البيت. الشرطه وصلت البيت عند أميمة ولقت فعلا بقايا الجثه موجوده ومتقطعه ومتوزعه في اكتر من مكان، جزء منها في الثلاجه وجزء منها في الفرن بتاع البوتاجاز وجزء منها في مجموعة مختلفة من الأكياس مرمية في أماكن مختلفة جوه الشقة. لكن ما كانش حد عارف هي الجثة دي بتاعت مين، لحد ما أصدقاء ويليام بلغوا البوليس إن ويليام مختفي بقاله أكتر من 5 أيام محدش يعرف عنه حاجة. فهنا الشرطة اتأكدت إن الجثة دي هي جثة ويليام جوزها، وبدأت التحقيقات مع أميمة، ومنها بدأت المفاجآت تطلع. قضية أميمة كانت القضية الأساسية في كل وسائل الإعلام الأمريكية، لأنها فعلا قضية غريبة جدا.
جدا. أميمة في بداية التحقيقات قالت إنها كانت في مرحلة الدفاع عن النفس، وإنها كانت بتتعرض لعنف شديد جدا من ويليام في كل مرة بيحاول يقيم معاها علاقة، ولأنها رفضت شكل العنف ده وكانت حاسة بالذل وبالإهانة فاضطرت إنها تتصرف كده. كل اعترافات أميمة بتقول إنها كلت أجزاء كتيرة جدا من جسم ويليام وما كلتهاش بشكل عادي، دي شوتها، وكانت بتستعد قبل الشوي إنها غيرت هدومها ولبست طقم جديد وعملت ميك اب، وبعد ما الشوي خلص حضرت صوص الباربيكيو علشان تاكل بيه كل اللحمة المشوية اللي من جسم ويليام. ولما سألها القاضي في المحكمة ايه كم الانتقام الرهيب ده، قالت له انها ما كانتش قادرة تسيطر على نفسها، وان كل اللي طلع منها ده كأنه اوامر داخلية ليها انها تنفذ كل اللي حصل بالظبط. بعد التحقيقات الشرطة اكتشفت كمان ان ويليام كمان عنده مجموعة من الامراض النفسية، وانه كان عليه اكتر من قضية عنف رفعته عليها قبل كده سيدات مختلفة، ان كلهم كانوا بيعانوا من نفس الطريقة اللي عانت منها أميمة، لكن محدش فيهم وصل لمرحلة الانتقام اللي وصلت لها أميمة دي. والتحقيقات كمان أثبتت ان أميمة كانت مشهورة انها بتغوي الرجال الكبار في السن علشان تاخد منهم فلوس وتقدر تصرف على نفسها. أميمة اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وحاولت انها تطلب العفو اكتر من مرة، لكن في كل مرة كان بيترفض، وطلبت العفو سنة 2006 وسنة 2011، وكان السبب الرئيسي للمحكمة في رفض العفو اللي بتطلبه أميمة وصفها بأنها شخص صعب التنبؤ بتصرفاته، وأنها شخص مريض نفسيا وما ينفعش نطلقه للتعامل مع الناس بشكل عادي. حالة أميمة اتعمل عنها دراسات كتير في علوم النفس وعلوم الإجرام، لأن كان السؤال دايما هل ممكن انتقام شخص يوصله للمرحلة دي؟ ومن كتر غرابة قضية أميمة نيلسون، ناس كتير بيقولوا أن اللي عمل كده مش أميمة، وأن كان في قوة داخلية عند أميمة هي اللي بتحركها وهي اللي مسيطرة على تفكيرها. أميمة نيلسون اتعمل عنها فيلم وثائقي من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قضية أميمة لحد فترة قريبة هي واحدة من أهم قضايا الرأي العام اللي كانت شغلة بال الشارع الأمريكي لفترة طويلة. سلام عليكم.